Okay, now the live streaming has started. You are good to start the event. Hello everyone, I am Hazzaa al-Mansoori, the Emirati astronaut, talking to you from the International Space Station above Earth, 400 kilometers, and specifically from Kibo, the Japanese experiment module. This, so مثل ما شفتوا تحكمت انا في الاتيتيود مالي عن طريق الحركه. هذا بالضبط الذي يحدث داخل الانتبول. هو بنفس الشيء اللي يحدث داخل محطه الفضاء الدوليه. هناك جيروسكوب عملاق، أربعة منهم في المحطة، وبالاتجاه اللي يتحرك فيه الجيروسكوب المحطة تتحرك في الاتجاه المعاكس. والحين الاختبار عبارة عن اختيار واحد من ست اختيارات. داخل الانتبول موجود هناك ثلاث محركات وتتحرك في ثلاث محاور، وبمعرفتكم الحين للمحاور الثلاث والاتجاه الحركة تقدرون تختارون الاتجاه اللي يخلي الانتبول يتحرك للأعلى. اتذكروا كل محور له اختيارين. وفي النهاية أحب أشكر الجميع، أحب أشكر مركز محمد بن راشد الفضاء، أشكر وكالة الفضاء اليابانية جاكسا على إتاحة الفرصة لعرض مثل هاي الأمور للطلاب حول العالم. طلاب